لسه مكملين مع حضراتكم احتفالنا ببطلات كأس مصر السيدات الحقيقة اللي خدناه منذ يومين. وعلى فكرة أنا عايز أقول سبحان الله جت صدفة، كأس مصر السيدات وراء كأس مصر الرجال الحقيقة كانت حاجة جميلة جدا في أسبوع واحد، بطولتين في منتهى الجمال والروعة. برحب بكابتن إيهاب الألفي المدير الفني للمرة الثانية. يا كابتن إيهاب أهلا بيك. ربنا يخليك يا أسامة. برحب بنجمة الفريق الحقيقة، أتكلم عن الإرادة، أتكلم العزيمة، أتكلم عن الروح القتالية زي ما أنت عايز. برحب بمنة زكريا، منة يحيى زكريا أهلا بيك يا منة. أهلا بحضرتك، منورانا وجاية من الجامعة هنا على طول. حضرتك شكرا، وبنشكرك إن أنت يعني ما تأخرتيش عليك. ربنا يخليك. برحب طبعا بنجمة الفريق لسه طالعة ما شاء الله بسرعة الصاروخ. يعني خلينا اقول ان اللاعبات لما بتطلع من تحت او اللاعبين لازم يطلع بإنرشيا عاليه جدا عشان يلاقي مكانه فوق، خاصه لما بيطلع على فرقه الفرقه دي ما شاء الله متكامله، فلازم تطلع من تحت بإنرشيا او بدفع قوه دفع قويه جدا عشان تلاقي نفسك مكان فوق، وهو ده المطلوب من اللاعب الصغير، وده موجود في اللاعبه بتول عادل. اهلا بيك يا بتول، منورانا. اهلا بحضرتك، وان شاء الله يعني بطولات كتير مع النادي ان شاء الله يا رب. معانا الدكتوره، لا هي مش دكتوره الفريق بس هي في كليه الطب، وطب مع الباسكت الحقيقه انا دايما بحب اقول لفظ كده العذاب الاليم، لان ما بتنامش وفي نفس الوقت عايز تنام عشان ماتشاتك، بس حياه حلوه، حياه الالتزام جوه الملعب والنجوميه جوه الملعب وبره الملعب وفي حياتك المهنيه. معانا دكتوره الفريق ونجمه الفريق رنا عبد الظاهر. ازيك يا رنا؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ نجمه الثلاثه بند. منورانا. بنور حضرتك. طبعا ارجع لكابتن ايهاب الالفي تاني. كابتن، استمرار الحديث مع حضرتك يعني الحقيقه لا ينقطع، خاصه ان انت راجل طموح ومدير فني طموح وما بتسيبش حاجه للباسكت بول، ما بتروحش تتعلمها، معلومه بتروح تجيبها، دورات بتروح. كلمني على مستوى الشخصي، سيبك بقى من الفرقه، مستوى الشخصي ازاي بتطور من ادائك؟ انت عارف الحمد لله الباسكت بول على طول في ابديت وكده، ولازم يعني اي كلينيك او اي يعني دوره تدريبيه بحريص ان انا لازم اروح يعني انا فيها. الباسكت يعني بيتغير كتير الفتره اللي فاتت، السرعه زادت جدا، السبيسنج في الملعب زاد، فده لازم يعني مع اللعب الحمد لله يعني في خبرات كتير، اخذت خبره كبيره جدا جدا من طبعا الكابتن اشرف توفيق طبعا، مدير فني الاهلي السابق ومدير منتخب مصر ونائب مدير فني نادي سموحه الان واحد ابناء النادي الاهلي طبعا. يعني هو كان اللي هو اللي حاطين على التراك في التدريب، وهو اللي كان دايما بينصحني ويوجهني ان انا لازم اخد اي دوره تدريبيه ما اسيبهاش، ولازم ابقى اقرا كتير جدا في الباسكت، والحمد لله ده حصل وربنا كرمني، رحت المنحه في جامعه لايبزيج 5 شهور في الباسكت. جامعه لايبزيج دي اكبر جامعه للعلوم الرياضيه. الحقيقه اللي بيروحها بيبقى محظوظ يا كابتن. والله هي فعلا الحمد لله جت توفيق عند ربنا وطلعت فيها انت مركز متقدم. الحمد لله رب العالمين، خدت فيها مركز متقدم الحمد لله، خدت في لايبزيج 5 شهور ورجعت الحمد لله وان شاء الله. اتكلمت الماني هناك يا كابتن ولا شويه كنت بزوغ من الالماني شويه، بس الحمد لله يعني ربنا كرمني. لما جيت بقى يعني صراحه ما اتعلمت بقى مع اللعب الحمد لله، ان شاء الله يعني ان شاء الله السنه الجايه بعد 10 شهور ان شاء الله هناقش الماجستير ان شاء الله في برافو عليك في كليه التربيه الرياضيه ان شاء الله. يعني كم شهر كده نقول لك يا دكتور؟ يعني انا بحب كوتش، يعني بحب الكوتش اكتر من الدكتور الصراحه. انا بلعب كوتش بتوفيق يا كابتن، ربنا يخليك. بتقول قولي لي انت تحت 18 نجمه ما شاء الله عليكي متفوقه، عارفه انك طالعه على فرقه فيها كل مقومات الفريق، المركز فيه لاعيبه واثنين وثلاثه، يعني حابه تكوني مع الفريق، حابه تبقي ليكي مكان، شايفه تقدري ده ولا لا؟ يعني يا رب ان شاء الله، يعني وانا بس محتاجه ان انا اعمل اللي عليا ان شاء الله واتمرن ويعني اخد خبرات من اللي حواليا ان شاء الله أقدر. طب كابتن ايهاب ثقته فيك لما بيقول لك تعالي اتمرني معانا والعابي، وانت شاركتي الماتشين اللي فاتوا، يعني لما بتلاقي المدير الفني بيثق فيكي بتبقي قلقانه ولا حاسه ان ده لا انا هبقى على قد الثقه؟ لا بيبقى في حماس ان يعني لا عايزه العب وعايزه اثبت نفسي وعايزه يعني اقول لكابتن ايهاب ان الثقه دي في محلها يعني. وانت الحقيقه وضحتي له ده وبينتي له ده، انت فعلا قد الثقه. طيب قولي لي اللعب في الدرجه الاولى حاجه وفي 18 سنه حاجه، يعني ده حماده وده حماده تاني خالص. قولي لي انت ايه الفرق؟ وعايز اجابه براحتك، يعني قولي لي من وجهه نظرك ليه يهمني اقول ده ليه؟ يعني خدي بالك بيتفرج علينا بنات كتير في سنك ولازم يبقوا عارفين الفرق ايه الفرق في الدرجه الاولى الملعب وانا صغيره، وايه الفرق الملعب ما فرقتي في الناشئين.
في الدرجة الأولى بتفرق، إن يعني اللعب مع الناس الأكبر مني دي حاجة صعبة، ويعني صعبة ومحتاجة إن أبقى مركزة عشان أبقى يعني أحاول إن أنا أجيب خبرتهم وأحاول إن أنا يعني أقرب من مستواهم وكده. بس في الـ18 فيعني بلعب فرقتي برضو وسني ويعني متعودة أكتر برضو. متعودة أكتر. طب خلينا نقول بأمانة، أني أصعب مع الدرجة الأولى؟ خلي بالك السؤال ده الناس ممكن تفتكر إن أنا أقول طب ما طبعا الدرجة الأولى، لا، في لاعبات وفي لعيبة عنده اللعب في الدرجة الأولى أسهل من اللعب في الناشئة. ليه؟ الدرجة الأولى بيتدارى وسط اللعيبة، خلينا نقول بلغة الرياضيين يعني يقول لك أنا بتدارى في الملعب. في الناشئين لا، حضرتك شايل وحضرتك لازم تكسب. أنت شايفة مين أسهل ليك؟ الأسهل؟ لا، الأسهل 18. 18 عارفة كده، أنا أعرف من سؤالك إن أنت بتحبي تتحملي المسؤولية. يعني إجابتك دي أنت واحدة عايزة تتحملي المسؤولية وهتبقى في يوم من الأيام نجمة إن شاء الله. طب وليه بقى مين بيتعب معاكي أكتر، ماما ولا بابا؟ لا، ماما. ماما. طيب هي العيلة كلها الصراحة. لا، أنت سحلة العيلة كلها. بس هي ماما أكتر واحدة. ماما بتتعب معاكي. أنت ساكنة بعيد عن النادي؟ أه. عشان كده. فتلاقيكي راحة وجاية ويعيني ماما بتتعب معاكي. أنت في سنة كام يا بتول؟ التانية سنة. إن شاء الله. عايزة تخشي جامعة إيه؟ ان شاء الله طب اسنان. طب اسنان برضو داخل العذاب الايام، عايزه السكه دي. وخلي بالك برضو يعني بصي كابتن ايهاب طبعا شاركنا في الكلام ده، بتقول كل الباسكت هتلاقيهم في منهم دكاتره مهندسين معانا، رنا طب، رنا بتضحك طبعا معانا، منا برضو اعلام بسم الله ما شاء الله، مذاكره وعذاب اليم برضو. ليه بتختاروا الصعب؟ ليه؟ لا يعني حبا فيها، بس هو يعني الفكره كلها ان بس نبقى حابين الحاجه وهي تيجي ان شاء الله. صحيح، برافو عليك، وده عاجبني فيك، حماسك ان شاء الله تبقى نجمه كبيره. منا جاي لك بقى، يعني انت ليكي قصه كبيره كده شويه، اصابه بعدنا سنه، كابتن ايهاب من ثقته فيكي رجعك تاني وقال لك لا تقدري، رجعت تحديت الظروف كلها. على فكره انت مش حضرتي، لو سمعت الفقره الاولى او حضرتيها اتكلموا عنك، زمايلك قالوا كده، منا من اللاعبات الرجاله اللي بتشتغل نفسها. كان عندك اصابه برده السنه دي، لو ظروف اتنتش وقدرت ترجع نفسك، قولي لي جايبه القلب والعزيمه دي ليه وعايزه توصلي ليه؟ هي دي جات لي من اول اصابه، جات لي خالص، كان صليبي برضو، فجات لي وانا صغيره، كنت في 18 سنه، اول سنه 18، فاعتبر برضو لسه صغيره. فيعني تحملت بقى المسؤوليه من ساعتها، كانت مسؤوليه كبيره قوي ان انا لا انا هرجع اصابه في سن صغير كده بتبقى صعبه. فبتبقى صعبه جدا يعني. في الاول قلت يعني لا خالص، يعني اصابه كبيره يعني حسيتها كانت حاجه صعب ان انا اتغلب عليها، بس قلت لا هعمل عمليه وارجع واعمل تاهيلي وهرجع زي الاول واحسن. وبرده جات لي تاني بعدها بسنه، فكل الحاجات دي كلها ورا بعضها يعني بتخليني اتحمل مسؤوليه اكتر وتخليني عندي عزيمه اكبر وتخليني خلي بالك ممكن تيجي مع غيرك بعكس يعني ممكن في ناس بتجيلها تبطل. لا انا لا يعني ما بطلت، اشتغلت على نفسي. لا خدتها بالعكس. لما رجعت من الصليبي برضو كان عندك اصابه تانية ولا هو الصليبي بس؟ يعني هو جالي مرتين، واللي هي الاصابه بتاعت السنه دي اللي هو الغضروف، بس ده الغضروف ده يعني بسيطه، ثلاث اسابيع ورجعت. حاجه بسيطه، بس فالحاجات دي كلها بتخلي الواحد لا عنده عزيمه واراده اكبر بكثير من تمرين تقويات قبل التمرين. طب قولي لي يعني برضو خلينا نقول ان برضو انت واخده من بابا حته شويه، كابتن يحيى زكريا طبعا هو مقاتل وفايتر وبتاع، فاكيد برضو يعني واخده الجينات ولا انا غلطان؟ لا صح، الجينات برضو عامله شغل. هي الحته طيب دي منه. قولي لي برضو يعني خلينا نتكلم في الفرقه بعد ما بطلت سنه، عشان مسافه بعيده بين جامعتك وبين النادي الاهلي التمرين، وبدات ترجعي تاني وبدات تتحدي الموضوع ده، شايفه ده يعني شايفاه يفيد فرقتك ازاي؟ يعني شايفه ان انا ابقى واقف على رجلي وعامله دوري وبأدي وجاهزه للمشاركه اي وقت واي ساعه، ده ممكن يفيد فرقتك ولا لا؟ ممكن طبعا. يعني انا عندي، انا بحب الديفنس، مش بحب يعني بحب الاوفنس، بس بحب الديفنس جدا. برافو عليك. فدي حاجه مش عند الناس كلها يعني. انا من زمان والناس كلها بتقول لا انت متميزه في الديفنس، متميزه في الريباوند، فانا بحب الديفنس. فالحته دي يعني برافو عليك. في ناس كتير بتحب الاوفنس اكتر من الديفنس يعني. واحنا بنلعب في التقسيمه في الفرقه، الناس كلها عايزه تلعب اوفنس اكتر، لا انا بحب ان انا اعمل ديفنس. وانت في الملعب جد خالص، ما بتسمعيش حد يعني. انت في الملعب مش شايفه اللي بره الملعب خالص من اول التسخين. صحيح مش كده؟ طب ليه كده؟ عشان اركز في الماتش. تركيز. لعلمك ده احساس بالمسؤوليه عالي. يعني انت في الملعب. انا بحب المسؤوليه. يعني برافو عليك، حته يعني ممكن نقول عليك قلب الاسد يعني. خلي بالك يعني في الولاد ممكن تلاقي ده،
في البنات بحكم البنات والرقه وبتاع والدلع وكده فمتلاقيش حد. انا ما عنديش انا البنات عندك عادي. لا لا عايزه المسؤوليه مفيش مشكله. طيب يعني قولي لي السنه دي ماتش سبورتنج اللي فات اللي احنا بنذيع منه لقطات انت عملت ماتش كويس جدا الحمد لله، كان ليك دور تغيير النتيجه وكابتن ايهاب حط الثقه فيك وكنت قد الثقه. اللحظات اللي كانت صعبه في الماتش ايه؟ ايه اللي انت في الوقت اللي حسيتي لا انا قلقانه لا ده احنا محتاجين بقى لا ده الماتش هيروح ايه الوقت ايه؟ هو انا اول ما نزلت قبل ما انزل على طول كابتن جاد جه قال لي احنا دلوقتي اللي واقع من عندنا ريباوند فانت انزلي ركزي في ده وانا على عند ترابيزه التحكيم فانا مركزه ان انا على انا هنزل اجيب الريباوند واعمل ديفنس وفعلا ده اللي انا ركزت فيه يعني انا نازله افيد فرقتي نازله اعمل الناقص في الملعب فانا نزلت فعلا ده اللي ركزت فيه مش الحمد لله يعني عملته. وكابتن هاب بيتهيألي يعني انت كنت متابعتك الفنيه وشايف الملعب وعارف مشاكلنا فين وتغييراتنا ويمكن في الوقت ده اعتمدت على 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 منا بشكل كبير. منا بصراحه يعني اخر فتره هي كانت مركزه وكانت الاجهز يعني وهي زي فعلا هي من وانت عملت حاجه غريبه الماتش ده برضو لعبت بخمستين مش بخمستين لان عندي نورة تلعب 4 5 عادي يعني نورة تقدر تلعب 4 5 علي طلعت طبعا ومنا بس منا تلعب 5 منا يعني 5 صريح ريلي بوزيشن 5 بس احنا ما شفناش التغييره دي قبل كده يعني انت فاجئتني في ماتش سبورت لان كنت محتاج ان احنا نجيب ريباوند اكتر وانا عندي ثقه فيها ان هي بتجيب ريباوند اكتر وكمان هي بتعمل منا من يعني عندها ميزه كمان في البلوكات بتاع البلوكات اكتر وهي كمان هي بتحب فعلا الديفنس فهي بتعمل هيلبس اب بدري شويه كده فقفلت لنا فعلا الزون الفتره اللي هي نزلت فيها جبنا كميه ريباوند كتير فبالتالي جرينا في الفاست بريك صحيح. دي كانت حاجه ايجابيه. بص كل واحده فيها مميزات كل واحده ليها دور وقلت الكلام ده ودور مهم يعني ما لو ما اديتش دورها مش هنكسب كل واحده ما اديتش دورها وزياده شويه يعني هي كل واحده تدي اللي عليها وزياده شويه فعشان كده ربنا بيكرمنا في الاخر وبنكسب وهم بصراحه كلهم يعني راضيين بدورهم هو النجاح ان كل حد في الفرقه فيهم راضي بدوره صحيح. هو ده النجاح الحمد لله رب العالمين فاحنا كفرقه الحمد لله بفضل الله بننافس وهم فعلا بطلات وهم يستاهلوا لان هم تعبوا وهم احسن فرقه ممكن ما نكونش احسن افراد لكن احنا احسن فريق تاتش وود يا رب نمشي على كده. اروح للدكتوره بتاعتنا رنا عبد الظاهر نجم التيتا بونت لما تجيب لنا وحدتين تيتا بونت كده ولا حاجه بتفتح لنا حلول كتير قوي. رنا قولي لي يعني ابتديتوا الموسم اشتغلتوا كان عندنا بطوله واثنين وثلاثه قابلتكم صعاب في كل حاجه صعاب في كل المجالات بس كلميني عن مباراه سبورتنج. مباراه سبورتنج دي كان في قلق سبورتنج كسبنا اخر ماتش في المرتبط ماتش ما كان تحصيل حاصل ولكن كسبنا كان الماتش فيه قلق كلميني اتعاملت مع الماتش ازاي؟ هو اول حاجه انا اصلا ما كنتش معاهم في المعسكر عشان انا يومها كان عندي 2 ميد تيرمز الصبح فروحت الجامعه وامتحنت وبعد كده رحت على الماتش يعني كان عندي كلود كمان زي كان كبير قوي يعني كان كمان مادتين صعبين فروحت الامتحان بعدين رحت على الماتش يعني انا ما كنتش معاهم في المعسكر فانا ما كنتش هقعد في الاجتماعات اللي هو كابتن ايهاب بيعملها وكده فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا اجهز نفسي اللي هو انا اركز واشوف أن يعني مع نفسي اشوف انا ايه المطلوب مني مثلا الماتش ممكن يحتاج ايه حاولت ده انا اعمله مع نفسي علشان انا مش هقدر احضره معاهم. رحت قبل مثلا الماتش بنص ساعه قعدت كده احاول اهدى من الطريق وبتاع بس يعني ده اللي حاولت اعمله. بس خلي بالك انت قلتي كلمه حلوه انت قلتي ممكن اعوض ده بالتركيز العالي وانت لجأتي لتركيز عالي يعني عشتي جو المباراه لوحدك بالظبط لان انت عارفه ده الفريق البطل يبقى كل لعيبه عارف محدش يقدر يمنعك من جامعتك ودي حاجه انا بحيي عليها كابتن ايهاب الالف الحقيقه لان مستقبلك مهم وفي نفس الوقت انت عايزه تفيدي فرقتك فاشتغلتي على الناحيه الذهنيه اكتر وان انت تقدري تخشي مع فرقتك بس دي برضو اكيد كان في قلق من نادي سبورتنج شويه قلقانين طول تروح نادي سبورتنج نادي كبير كلميني ما المباراه ابتدت وقعد سير الماتش ماشي اكوال وبعد كده سبورتنج طلع وجبناه وبعد كده جينا في اخر الوقت فرقنا كتير كلميني على فترات المباراه. هو من قبل ما الماتش يبدا ومن قبل اي حاجه ما تبدا يعني انا كنت نازله حاسه ان احنا هنكسب وعندي يقين كامل ان احنا هنكسب فعلا والله ف ايا كان الماتش راح جه احنا خسرانين احنا كسبانين احنا اي حاجه لا انا عارفه ان احنا هنكسب وعارفه ان بالذات في الكوارتر الثالث والرابع احنا بنشد حيلنا اكتر قوي ليه؟
مش عارفه هو احنا كده دايما الاول والتاني مش بنكون بنلعب فول باور، بس التالت والرابع لا احنا بجد بنطلع كل حاجه. كده احسن ايه كده احسن. ايوه طبعا احسن ان احنا نبدا الماتش جامد وبعدين نخلص وحش. لا طب يعني في التالت والرابع لما مشي السكور كده وسبورتنج طلع وبتاع ما كنتش قلقان خالص خالص خالص؟ لا كنت عارفه، كنت عارفه ان احنا يعني كابتن ايهاب هيظبط الملعب بطريقه معينه، فكل يعني هيحط كل واحده في كل حته صح، فهتطلع احسن حاجه عندها اللي احنا محتاجينها. فلا انا كنت متاكده 100% ان احنا نكسب الماتش. طب لما اخر دقيقتين حصل وفرقنا وبدانا نركب وبدانا نتوفق ونعلى وبدا الفرحه تزيد ونقرب من المكسب، كلميني على الثواني دي. دي بجد كانت احلى ثواني في الماتش كله بجد. خاصة انه كان ماشي مقسم. كل اللي بره الملعب كان بجد كأن هو اللي بيلعب، يعني احنا بره على البنش يعني انا ما كنتش بلعب في الوقت ده. بجد كنت عرقانه تقريبا اكتر من اللي بيلعبوا في الملعب. وده المكسب. يعني كان روحنا حلوه قوي قوي الحمد لله، ويعني احنا كل غير بره الملعب احنا كلنا صحاب في بعض. صحيح. فدي حاجه طبعا بتبان على الملعب، لو احنا مش بنحب بعض اصلا ما كانش هيبان. برافو. بس انت عارفه ان اللاعبين واللاعبات لما بيكون فيهم من بعض ود واصحاب مترابطين جامد بيتعكس على الملعب، لو في مشاكل بين اللعيبه حتى لو تظاهروا بده في الملعب بيبان برضه. صح بيبان. طبعا. طب خليني اقول انتوا السنه اللي فاتت مريتي مع الفرقه برضه بظروف يا رنا، انه بطولة الدوري كنا فارقين نقطة عن سبورتنج، خسرنا مباراة عادلنا، لعبنا مباراة فيصل خسرنا في آخر ثانية أو آخر ثانيتين في وقت يعني حتى ما توفقناش في 2-3 فاول شوت كنا ممكن نكسب البطولة. الموضوع ده ما عملكوش إحباط؟ ما حسيتوش إن أنتوا لأ إحنا يعني خلاص مش فارقة، ولا عمل لكم دافع عشان المكسب اللي إحنا شايفينه ده كله ما شاء الله؟ لا طبعا طبعا أكيد كان دافع، أكيد بكل المقاييس كان دافع، لأن إحنا عارفين إن إحنا كنا ساعتها كنا نستحقه، بس ربنا ما كانش عايزنا إن إحنا ناخد الدوري الوقت ده. يمكن قلنا يمكن ربنا شايل لنا حاجة أحسن السنة الجاية، يمكن عشان إحنا ما ناخدش بقى اللي هو لا خلاص ده إحنا كسبنا فنريح. لا ده بالعكس رجعنا فترة إعداد جامدة جدا لحد دلوقتي الحمد لله إحنا كويسين بسببها. بالظبط. و غير كده بقى اي ماتش احنا نازلينه لا احنا هنطلع احسن حاجه عندنا علشان ما نتزنقش في اخر دقيقه زي ماتش الدوري واحنا اصلا اللي كنا فارقين وكل حاجه. فلا بجد ده كان دافع كبير جدا. وعلى ما اتذكر برضو بطوله المنطقه ماتش الغابه خلص باسكت تقريبا كابتن ايهاب كان ماتش مأزم ماتش هليوبلس خسر بونت يعني انتوا حطيتوا في مواقف زي دي كتير وعندكم خبرات زي دي يعني تقدروا تخلصوا الماتشات في الاخر. طب مين يعني ساعات احنا عندنا في الفريق او اي فرقه تكلم باسكت بول بيبقى فيه لعيب انت حاسه الكره في ايده بالامان لو جات له هتخلص، حاسين ده بينكم وبين بعض ولا لا؟ يعني ايا كان مين اللي في الملعب ايا كان مين اللي معاه الكوره، لا احنا عارفين ان اي حد في الوقت ده لا هو هيخلص يعني. صحيح. طب انا عايز يعني الوقت بيمر سريعا والله، انا عايز اسمع منكم كل جوله وكبير الحقيقه، بس احنا غصب عننا ملتزمين بوقت. رنا يعني طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ يعني بسال كل لاعيبه ليه؟ عشان على الاقل نكون يعني بنزرع ده معاكم او بنحط حلم يكبر. ايه طموحاتك الفتره الجايه دي؟ ان شاء الله ده يعني اول تارجت ان احنا ناخد الدوري، يعني ده نفسي جدا هيبقى اول دوري اخده مع النادي، وان شاء الله نفسي ان احنا نروح افريقيا وناخدها. نفسي نفسي او افريقيا تجينا نعمل بطوله على ملعبنا ولا ايه يا كابتن ايهاب؟ يا رب تضحك. اتمنى افريقيا تجينا ولا ايه؟ نلعبها في اي حته بس نلعبها تجينا ولا نروح لها احسن؟ نلعبها في اي حته بس نلعبها. عايز تلعبيها؟ طب طموحاتك ايه قولي لي؟ يعني رنا قالت لي عايزه اروح افريقيا ما شاء الله، وان شاء الله هنروح افريقيا باذن الله. ان شاء الله. انت طموحاتك ايه يا منى؟ اول حاجه طبعا الدوري ان شاء الله هناخده، ان شاء الله اول خطوه فيها ان شاء الله الدوري ماتش بماتش. واكيد برضو اي حد نفسه ان احنا نطلع بطوله افريقيا عشان بقالنا كتير جدا ما لعبناهاش. بس عندكم بطوله عربيه ان شاء الله في الصيف. ان شاء الله ان شاء الله ناخدها برضو ان شاء الله. ان شاء الله. بس البطوله الافريقيه برضو دي بقالنا كتير ما لعبناهاش، واحنا الجيل ده احنا جيل صغيرين كلنا عمرنا ما لعبناها تقريبا قبل كده، فهتبقى حاجه جديده. مع المنتخبات. مع المنتخبات لعبناها، بس مع النادي لا عمرنا ما لعبناها، يعني احنا جيل صغير لسه ما شفناش حاجات دي. عايزين تروحوا العالم ان شاء الله. ان شاء الله واحنا وراكم باذن الله يا رب. بتقول طموحاتك ايه مع الفرقه؟ ان شاء الله الدوري برضو دي حاجه اول حاجه، أول حاجة. ان شاء الله وتبتدي بماتش الظهور ان شاء الله، يعني اول ماتش جاي باذن الله نفكر في مباراه مباراه ان شاء الله. وايه تاني بقى بعد الدوري؟ ونفضل كده على طول نفضل ان شاء الله. نفضل مع بعض ونفضل ان شاء الله. حابه الفرقه بتقول ايه؟ حابه الفرقه وحابه اللمه باين عليك. ومش يعني مش محسني ان انا صغيره. لا عادي. واضح بيبرقوا لك محتضنينها بعدين بعدين قال انت يعني معايا ولا ايه؟ بس بيبقى في حلو في 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 زي ما بيقولوا انتوا بينكم من بعض في كيمياء كويسه جدا. ربنا يوفقكم يا رب. كابتن ايهاب طموحاتك بقى انا عايز اسمع
يعني قبل الطموحات يعني عشان بتول هي الوحيده اللي جت من تحت 15 سنه، انا عندي بنات يعني من تحت 15 سنه موجودين وكلهم دور كبير جدا في المرتبط ودوري، زي ريم اشرف وزي ايناس خالد وزي سلمى مصطفى. اكيد هيكونوا معانا يعني مرة كان نفسي صراحه يكونوا كلهم موجودين، كان عشان العدد مرتبطين يعني بعدد معين كمان احنا ناقصين. والنهارده كمان يعني شوف كمان الفرقه روحها عامله ازاي. النهارده احنا هاله مش موجوده، وريم مش موجوده، وسهاله مش موجوده، وساره مش موجوده، وجنه مش موجوده. هم يعني اللي جاي قبل كده فعاملين يعني هم يعني من نفسهم، يعني هم من نفسهم دول مثلا الكبار، فعايزين الصغيرين موجودين. النهارده الجهاز ما كانش موجود المرات اللي فاتت، الحمد لله فرصه كويسه ان الجهاز يبقى موجود. دي الروح، دي روح النادي الاهلي، ودي سبب المكسب ان شاء الله يا رب. والدوري بقى يا رب ان شاء الله نكملها بالدوري، لان هم يستحقوا كابتن حسام صراحه. اكيد يا كابتن، هم يستحقوا فعلا بجد. طبعا يعني. طبعا يا كابتن، بشكرك كابتن هاب الاهلي، شرفتني، شكرا جزيلا. بتول شكر، نورتيني وشرفتيني. بشكر طبعا منا، شكرا جزيلا، ويا رب مزيد من البطولات. دكتوره رنا بشكرك، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل عشان ننضم بقى كل نجمات الفريق كما عودناكم بتقليدنا، يا رب ان شاء الله يستديم معانا، نقطع التورته نحتفل بيهم، وبعد بقى الهوا ناكل التورته براحتنا. فاصل صغير وارجع لحضرتك.